الو، السلام عليكم، صباح الخير. وعليكم السلام، صباح النور. بالعافية. بعافيك لكم. بلش استنى دقيقة، امتحان كل ظل يوم الخميس آخر واحد، صح؟ يعني المفروض أنهي معك الأسبوع هذا، لو بعدين يسلم الأحد الدكتور زيد، بس بجوز أزيد محاضرة أو المحاضرة اللي بتضل أسجلها تسجيل أشوف شو بصير معي. فشو المحاضرات بدها يعني وقت، فبدي أبلش. في حد عنده استفسار أو أي سؤال قبل ما أبلش؟ في حد عنده أي استفسار؟ طيب، احنا في المحاضرات الماضية بلشنا نحكي عن اللي هو بالمحاضرات السابقة احنا انهينا تشابتر اللي هو 13 اللي كان بحكي عن اللي هو الترانسكريبشن. حكينا من البداية عن الدي ان اي دوبليكيشن او ريبليكيشن، وحكينا عن اللي هو الجين اكسبريشن او المسجر ار ان اي اللي هي الترانسكريبشن، وحكينا عن اللي هو ترانزليشن، الخطوة الأخيرة اللي بيصير فيها عن البروتين. اليوم راح نحكي عن اللي هو ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. ريجوليشن اوف جين اكسبريشن في الكتاب القديم كان مقسم على 2 تشابترز، الطبعة اللي قبل هاي، في الطبعة الجديدة راح تلاقوا إنه هو صار تشابتر واحد اللي هو Regulation of Gene Expression. كان في اليوكاريوتك لحال والبروكاريوتك كل واحد مفصول عن الثاني. مثل العادة راح نبلش نحكي على البروكاريوتك وننتقل أول بأول اللي هو اليوكاريوتك. اليوم راح يكون معظم حكينا عن البروكاريوتك، والمرة الجاية عن اليوكاريوتك. طيب التشابترز اللي حكيت تحكي عن البروكاريوتك، كيف اكتشفوا الجين اكسبريشن وكيف الريجوليشن له. راح نبلش بالانترودكشن. هاو از جين اكسبريشن ريجوليتد؟ بشكل عام هل كل الجينز اللي موجودين على الدي ان اي بيصير لهم اكسبريشن ات ذا سيم تايم؟ كلهم بيصير لهم في نفس الوقت؟ كلهم بيصير لهم كل يوم، يعني كل ساعه بضلوا على طول هم اون، يعني طول الوقت بضل الجين بيصير له اكسبريشن في كل الأوقات، ولا بيكون في أوقات محددة في إن وقت في إن regulation إله ولا لا؟ Many prokaryotic gene products present continuously but at low level. ممكن يصير لها increase إذا كان في حاجة إله في البروكاريوتك بنحكي. وفي إن إشي بنسميه differential gene expression. Differential gene expression هو essential بالmulti cellular eukaryotic، إنه هو حسب الجين. يعني في بعض الجينات بصير لهم بضلوا على طول شغالين، وفي جينات لا، حسب الفانكشن تاعيتهم بصير لهم اون اوف، يعني بصير لهم اون اوف. مثلا الامبريونيك ديفلوبمنت والمينتيننس اوف ادلت ستيت، هاي كلياتها بتضلها عندنا بيكونوا ديفرنشال جين اكسبريشن. يعني بالامبريونيك في عندنا جينز محدده هي اللي بصير لها اكتيفيشن، بعد ما يصير عندنا اللي هو ينتهي مرحلة الامبريونيك ستيج ويصير عندنا بينتقل مرحلة لمرحلة، كل مرحلة لها جينات محددة خاصة فيها. ممكن الجينات حتى بعد فترة تتوقف تماما، ما يصير لها شغل بعدين. طبعا الاكتيفيشن والريبريشن احنا بنسميه جين اكسبريشن، يعني يا اما بصير لهم اكتيفيشن يا اما بصير لهم ريبريشن حسب الحاجة اللي لهم. هي اللي بتعمل بالانسنج بالأورجانيزم، يعني هي اللي بتحدد إذا كان متى يصير له أون ومتى يصير له أوف، لأنه إحنا نكون عندنا بالانس. إذا في شغلة أنا مش بحاجة إلها، ليش أعمل لها أكتيفيشن وليش أعملها ترانسكريبشن وهي مش بحاجة إلى الخلية؟ أحيانا كثير بصير في عندنا خلل، إذا كان عندنا incorrect expression للجين ممكن يصير عندنا مشكلة في الفينوتايب، ممكن يصير عندنا كانسر، ممكن يصير عندنا سيل ديث. يعني ممكن أنا في جينات محددة مخصصة بالسيل ديث، يعني بالأبوبتوسيس مثلا بصير لها اكتيفيشن إذا ارتبط مثلا الفاس والفاس ليجان اللي بيأدوا واحدة من الأسباب اللي بتأدي للأبوبتوسيس.
فإذا صار اكتيفيشن لل مثلا للفاس والفاس ليجان طول الوقت فبصير عندنا مشكلة، بصير عندنا ممكن خلايا تموت. وبالعكس إذا صار في عندي خلايا اللي هي الديفيجن إنه يظل الخلية تنقسم على طول بدون أي كنترول، الاكتيفيشن جين إنها بظل شغال، فبصير عندنا إيش ممكن تأدي لها تتحول لكانسر. ففي عندنا نوعين من أنواع اللي هو الفاكتورز اللي بتعمل جين ريجوليشن، شيء بنسميه سيس اكتينج، وفي عندنا ترانس اكتينج فاكتورز، وهذول فاندمنتال كومبوننت اوف جين ريجوليشن، وهم اللي بيحددوا اللي هو ريجوليت ترانسكريبشن انيشيشن. ليش سيس وترانس؟ السيس بيكون السيس اكتينج بنسميها بيكون عندنا نفس مستوى الجين، يعني قريب على يعني نفس مستوى الجين، يعني الاكسبريشن يعني بيكون عندنا مجموعه من النيوكليوتيدات بس انهم بتحولوا لبروتين وبيكونوا على نفس مستوى الجين في نفس المكان. لكن في عندنا اللي هو ترانس اكتنج بتكون لا مش في نفس المكان، في مكان مختلف، وتيجي ترتبط في اللي هو الجين. وراح تشوفوا بعد شوي انه الترانس اليمنت هي ترتبط بالسيس اكتنج بوينت. من بعدنا احنا بنحكي على البروكاريوتيك ريجوليت جين اكسبريشن بوث اللي هو اكسترنال اكسترنال كونديشن، يعني الكونديشن اللي بتؤدي الى انه يصير في عندنا اكسبريشن للجين ممكن تكون اكسترنال داخليه وانترنال. واحنا ناخذ عنها مثال اللي هو البكتيريا اللي هو بكتيريا ريسبونس ميتابوليكلي مثلا ممكن تتغير اللي هي البيئه اللي بتعيش فيها. والمره الماضيه مثلا اعطيناكم مثال انه في بيئه بيكون فيها تريبتوفان فالخليه ما مش بحاجه مثلا انها تصنع او انها تعمل اكسبريشن للجين اللي بيعمل ميتابولايز مثلا للتريبتوفان. فهي ايش البكتيريا بشكل عام الانفايرمنت هي مختلفه فيها. اذا كان عندي الانفايرمنت موجوده فيها البرودكت فهي بتصنع الانزيم مثلا بتعمل له ميتابوليزم. لكن اذا الانفايرمنت ما فيها هذا الشيء راح نشوف بعد شوي اللاكتوز از اكزامبل فهي بتعمل له اوف، يعني ليش تخسر طاقه وليش تخسر وليش تعمل جين اكسبريشن للانزيم وهو ما في داعي له، يعني ما في عندنا برودكت حتى يكون في ايش حتى يصير في عندنا اللي هو اكتيفيشن له او يصير ميتابوليزم له. بكتيريا ريجوليت جين اكسبريشن تو سينثيسايز برودكت نيدد فور فاريتي اوف نورمال سيلولر اكتيفيتي. طبعا ليش هو دائما بلش بالبروكاريوتيك؟ البروكاريوتيك زي ما كلكم بتعرفوا هي النمبرز هو سنجل كروموسوم والجينز عددهم اقل، فهي سهل انك تدرسها وبعدين تبني منها من الاصل من الاسهل للاصعب كموديل. فكانوا يدروا اللي هو طبعا وجدوا ان البكتيريا ريجوليت جين اكسبريشن الخاصه بالدي ان اي ريبليكيشن ريكومباينيشن ريبير وسيل ديفيجن، كل هذول في عندنا جين اكسبريشن ريجوليشن لهم. في عندنا تو تايبس اوف انزيمز موجودين في داخل اللي هو البروكاريوتيك سيستم اللي بكتيريا، في شيء بنسميه انديوسبل انزيم. انديوسبل انزيم انه اذا كانت في بكتيريا ببيئه محدده فهي بتعمل هاي البيئه بتعمل انديوس هذا الانزيم او للجين حتى يعمل هذا الانزيم. اذا كان في عندي سبيسيفيك سبستريت موجوده فبصير عندنا اللي هو جين اكسبريشن لهذا الانزيم وبتحول لبروتين وبصير في عندنا موجود. الانديوسر له هو معظم الوقت هي السبستريت اللي بترتبط بالانزيم. يعني مثلا اذا كان عندي انزيم مخصص لانه يعمل ميتابوليزم لللاكتوز مثلا فاللاكتوز هو الانديوسر لهذا الانزيم، يعني الانديوسر لازم يكون اللاكتوز في البيئه حتى يصير في عندنا اكسبريشن او يصير عندنا انديوسبل انزيم ويصير عندنا ترانسكريبشن لهذا الانزيم يعني يصير از بروتين. وفي عندنا انواع من انواع الانزيمات اللي هي كونستيتيوتيف موجوده كونتينيوسلي برودوس ما لهاش علاقه بالكيميكال ميك اب للانفايرمنت، هي موجوده على طول بصير لها اللي هو ترانسكريبشن طول الوقت. كان شيء بنسميه اللي هو ريبريسبل سيستم اللي هو بريزنس اوف سبيسيفيك مولكيول انهبيت جين اكسبريشن، يعني انا عندي سبيسيفيك مولكيولز تعمل انهبيشن للجين اكسبريشن وهي بنسميها ريبريسبل سيستم وراح نحكي عنه بعد شوي بالتفصيل. انفول مولكيول ذات ار ان ذا برودكتس اوف انابوليك بايو سينثيتيك باك واي، فهي عندنا الانابوليك بايو سينثيتيك باك واي هي بتكون موجوده فيها الاند برودكت تاعها. Abundance of end product environment هي بتعمل ريبرس للجين اكسبريشن، يعني مثلا التريبتوفان production in bacteria اذا كان التريبتوفان موجود فهو بيعمل عندنا بكميه كبيره او داخل environment فبيعمل هو ايش ريبرس للجين اكسبريشن لتصنيع التريبتوفان. ف
فأنا إذا عندي كمية كبيرة من التريبتوفان ما في داعي إني أصنعه أو الجين تاعه يصير عندي تصنيع للتريبتوفان في داخل البكتيريا. طيب فدائما الريجيوليشن بيشمل شغلتين، الريجيوليشن للجين اكسبريشن هي نيجاتيف أو بوزيتيف كنترول. يعني أنا النيجاتيف كنترول سواء كان ديوسبل أو ريبريسبل سيستم هي بوزيتيف أو نيجاتيف كنترول. نيجاتيف كنترول جين اكسبريشن أوكير unless shut off by regulatory molecules. Negative control هو بضل الجين اكسبريشن شغال حتى يصير له off. بالبوزيتيف كنترول ترانسكريبشن اوكير وين اول ريجولتري موليكول دايركتلي ستيميليت ار ان اي برودكشن. يعني انا في عندي ترانسكريبشن احنا نسميها ترانسكريبشن فاكتور او اليمنت، بالبوزيتيف هي اللي بتحدد، يعني هي اللي يعني لازم تكون موجوده حتى تصير ترانسكريبشن. هون بالعكس النيجاتيف بيكون طول الوقت بنتج لحديث ما يجي ريجولتري موليكول ويقول له وقف اعمل شت اوف. طبعا هذول سواء كانت نيجاتيف كنترول او بوزيتيف كنترول فهم كان لازم كان إيش نسميه induce or repress system، يا ما إيش بيحفز يا ما إيش بيوقف اللي هو الإنتاج. فهاي عندنا اللي هي النظام تاع اللي هو الجين بشكل عام في البروكاريوتيك لازم يكون تحت negative positive control regulation، وهذا بيتطلب وجود induce والrepressor system حتى تم تشغيل وتوقيف اللي هو الجين expression. رح ناخذ مثال اللي هو أول ما بلشوا فيه بالتجارب اللي هو اللاكتوز ميتابوليزم وبالبكتيريا اللي استخدموها الإيكولاي وريجوليتد باي انديوسبل سيستم. هم وجدوا أنه هذا اللاكتوز سيستم ميتابوليزم تاع اللاكتوز هو انديوسبل سيستم، يعني إذا كان في عندي لاكتوز في الانفايرومنت فبصير عندنا برودكشن للإنزيم اللي في الإنزيمز اللي بتعمل ميتابوليزم لللاكتوز. لكن إذا ما كان في عندي لاكتوز فهذا الأنزيم ما بيكون موجود، يعني ما بصير له اكتيفيشن إلا إذا كان في عندي اللي هو اللاكتوز. إذا كان في عندي اللاكتوز فعنا اللي هو اللاكتوز ميتابوليزم بالإيكولاي بشكل عام. اللاكتوز هو عبارة عن جلاكتوز وجلوكوز، فهو دايساكرايد. اللاكتوز عبارة عن دايساكرايد مكون من جلاكتوز وجلوكوز. البرودكت الأساسي اللي بيستخدمه الإيكولاي بيستخدمه إحنا حتى ينتج طاقة أو حتى نستخدمه كفيول هو الجلوكوز. فإذا كان عندي اللاكتوز موجود وحللته لجلاكتوز وجلوكوز فأنا حصلت على المصدر الأساسي هو الجلوكوز، فأنا بدي الجلوكوز في النهاية عشان اللي هو المصادر اللي هي الطاقة اللي بحتاجها الخلية. البروكاريوتيك الجين أكتيفيتي هي ريبرست. إذا كان عندي اللاكتوز أبسنت فهو ريبرست، وإذا كان عندي اللاكتوز موجود فبصير أنه انديوست إله. لما يكون available بصير ينتج، بصير هذا الأنزيم موجود لأنه راح يعمل ميتابوليزم لللاكتوز. إذا اللاكتوز مش موجود فهو ما فيش داعي له، فهو دائما على طول الخط هو repressed. إذا صار اللاكتوز ونوجد في الانفايرمنت فصير لعنا induce. The presence of lactose concentration of enzyme responsible for metabolism increase، وهي مسميها inducible enzyme. واللاكتوز زي ما حكينا inducible enzyme دائما بده inducer، والinducer هون عنا اللاكتوز. اللاكتوز مش شرط انه يرتبط مباشره بالانديوسر، بس ممكن يرتبط في، يعني في انواع بيرتبط فيها الانديوسر مباشره في انواع له. طيب الحديث هو مفهوم. الترانسكريبشن زي ما حكيت اندر كنترول اوف ا سنجل اللي هي سنجل ريجوليتوري ريجن اللي هي عمليه الترانسكريبشن بهذا الانزيم اللي انا بحكي عنه اللي هو بالنسبه لللاكتوز هو الريجن تاعيته حتى يتحول لانزيم يقوم بعمليه اللي هو الميتابوليزم. هي موجوده في ريجن واحد على الـ على الـ على الدي ان اي، على مستوى الدي ان اي او مستوى الجين. البروكاريوتيك الجين كودينج فور انزيم وذ ريجوليتوري فانكشن ار اورجنايزد ان كلاستر. بالنسبه للبروكاريوتيك في كثير من اللي هو الجينز او الانزيم فيها بتتخللها اكثر من جين، يعني وحكينا عنه المره الماضيه إنه كل جين بيسموه إنه أكثر من جين بعطينا، يعني بتحكم كلاستر مجموعة من الجينات هي اللي بتعطينا اللي هو هذا الإنزيم المسؤول عن اللي هو الميتابوليزم لللاكتوز مثلا. هي أكثر من سلسلة في البروكاريوتيك بالنسبة للميتابوليزم، بس إحنا ماخذين هون إكزامبل اللاكتوز. Regulatory region usually located upstream of the gene cluster they control. دائما قبل هذول الجين اللي هم مجموعه ممكن يكونوا 2 3 4 حسب ريجوليتوري جين هو لوكيتد في عندنا ريجوليتوري جين قبل ريجن عفوا مش جين ريجوليتوري ريجن قبل هذول الكلاستر من الجين حتى هي اب ستريم فوقيه حتى يصير لها كنترول.
regulatory region إذا كانت على same strand يعني كانت في زي ما حكيت لكم على نفس المستوى بنسميها cyst acting. يعني أنا في عندي منطقة بتنظم متى يصير عندنا transcription ومتى ما يصيرش عندنا transcription لهذول الكلستر من الجين. هذول إذا كانوا على same strand بنسميهم cyst acting، وإذا كانوا عندنا على different strand بنسميهم trans acting. إذا كانت على نفس strand بنسميها cyst acting. السيس أكتنج ترتبط regulatory bind molecule called trans acting elements. يعني هي إذا ارتبطت بإليمنت اللي تيجي من برا مش فيها، يعني دائما هي بالعكس، السيس أكتنج ترتبط بالtrans acting elements. السيس أكتنج region ترتبط بالtrans acting elements اللي تعمل control transcription للجين كلاستر هذا اللي هو موجود عندنا هون. السيس والترانس أكتنج سايت هم اللي بنظموا عملية زي ما حكينا الجين ترانسكريبشن، هم منطقة اللي بتنظم. برتبط الترانس أكتنج إليمنت بالسيس أكتنج سايت أو اللي هي ريجن زي ما حكيت، وهون بصير عنا الريجوليشن للجين، يا ما بكون نيجاتيفلي يا ما بكون بوزيتيفلي. نيجاتيفلي باي تيرنينج أوف ترانسكريبشن وبوزيتيفلي باي تيرنينج أون ترانسكريبشن. يعني بشكل عام النيجاتيف إنه بيطفي والبوزيتيف بيشغله إذا كان عندنا بالعكس يعني مش شغال. لسه احنا بنحكي عن اللي هو اللاكتوز ميتابوليزم. في عندنا structural gene، gene coding for primary structure of the enzyme. هم الستركتشرال جين مسؤولين عن الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم لللاكتوز بسميهم structural gene. هم موجودين as a cluster وهون سموهم لاكتوز اوبيرون. لاكتوز اوبيرون واختصارهم راح يكون لاك اوبيرون، يعني بعد شوي راح تشوفوه بالسلايد على طول اسمه لاك اوبيرون. لاك اوبيرون هو اللاكتوز جينز الكلاستر اللي مسؤوله عن انتاج اللي هو الانزيم اللي مهمه في الميتابوليزم لللاكتوز. هسه بالنسبه لهذا لاك اوبيرون هو هذا في ستراكشرال جينز اسمه لاك زد لاك واي ولاك اي، هذا راح نشوفهم بالفيجر هاي. تطلعوا علينا هذول عندنا في الستراند هاي المنطقة هاي، هذا هو الستركشرال جين. في عندنا اللاك زد وبعطينا إشي بنسميه بيتا جالاكتوسايديز جين، وفي عندنا اللاك واي بنسميها بيرميز جين، وفي عندنا اللي هو ترانس أسيتيل لاي ترانسليز جين اللي هي لاك اي. هذول الثلاث بنسميهم ستركشرال جين. هذول كله هذا السيستم هذا كله لاك اوبيرون اسمه، بيشمل الثلاث structural gene وقبلهم في عنا اللي هو أخذتهم أكيد قبل ما دكتور زيد، منطقة بنسميها promoter ومنطقة بنسميها operator. البروموتر والoperator مين اللي بيرتبط في ال RNA polymerase؟ وين بيرتبط ال RNA polymerase؟ تعرفوا؟ بالبروموتر. ال RNA polymerase بيرتبط بالبروموتر. الoperator هو المنظم. المنظم هو هذول الثنتين طبعا ريجيلاتوري ريجن. الاوبريتر هو بنظم الترانسكريبشن تاعه، والبروموتر هون مكان ارتباط الار ان اي بوليمريز. طلعوا فوق عندنا في هاي المنطقه شيء بنسميها ريبريسور جين. ريبريسور جين اللي هو ايش؟ هاي اللي هي بنسميها سيس اكتين ريجن. بالنسبه لهذا اللاك اوبيرون هذا السيستم السيس ريجن تاعيته اللي بتنظمه سيس اكتين ريجن بنسميها ريبريسور جين. الريبريسور جين اللي هو هون برتبط فيها ترانس إليمنت، وهي اللي بتخلي طول الوقت هذا الجين أوف لحديث ما ينوجد اللاكتوز. إذا وجد اللاكتوز هذا الريبريسور جين بتوقف ارتباطه في الجين في هاي المنطقة وبصير عندنا ترانسكريبشن له. هذا الشكل العام اللي هو اللاك أوبيرون هو لاكتوز أوبيرون. زي ما حكينا اللاك زد إنكودد بيتا جالاكتوسايديز، هذا الانزيم هو اللي بيعمل كونفيرت للدايسكرايد اللي هو لاكتوز تو مونوسكرايد اللي هو جلوكوز وجلاكتوز، يعني هو اللي بفكك الرابط وبفصل تو اللي هو تو مونوسكرايد عن بعضهم البعض. كونفيرجن از نيسيسري فور لاكتوز تو سيرف از ذا برايمري انرجي سورس اوف جلايكوليسيس. وكلكم بتعرفوا انه الجلوكوز هو المصدر الاساسي لانتاج الاي تي بي بالنسبه عندنا بنظام عند البروكاريوت، هو نفس النظام بالجلايكوليسيس. البروكاريوتيك في منها جزء يستخدم الجلايكوليسيس وبيوقف بكملش اللي هي الكريبس سايكل وسلسله نقل الالكترون الترانسبورت تشين، بيوقف في مرحله حسب اللي هي اذا كان في عندهم اذا ما كانش في او2 او هذا كل حكي اخذته قبل اكيد بالبايوكيمستري.
فالمصدر الأساسي بالنسبة للبكتيريا اللي هو الجلوكوز حتى تنتج ATP. فإذا أنا عندي لاكتوز لازم أحوله لجلاكتوز وجلوكوز عشان أحصل على الإنرجي. طبعا هذا اللاكتوز هذا دبل اللي هو دايساكرايد، هو مكون طبعا لازم نضيف مي عشان نكسر اللي الرابطة هاي ونفصله. المي لازم تكون موجودة، والبيتا جلاكتوسايدز اللي هو الإنزيم الأول لازم يكون موجود حتى يتكسروا عندنا جلاكتوز وجلوكوز، جلاكتوز وجلوكوز. طيب ايش بيساوي الستركتشر جين الاثنين اللي هو اللاك واي واللاك اي اللي هم موجودين برضو على نفس الجين، بس لهم اكسبريشن ات ذا سيم تايم، يعني لهم اكسبريشن وترانسكريبشن في نفس الوقت، يعني ما مش واحد لحاله يعني. فاول شيء اللي هو لاك واي انكود امينو اسيد سيكونس اوف بيرميز اللي هو انزيم بيساعد بتدخيل اللاكتوز الى بكتيريا السيل. يعني هذا الانزيم مهم حتى تدخل نفس الجلوكوز يدخل عفوا اللاكتوز يدخل لداخل الخليه اصلا البكتيريا السيل. وعندنا اللاك اي اللي هو انكود انزيم اسمه ترانس اسيكليز مي بي انفولف ان ريموفال اوف توكسيس. هما كانوا لحديت يعني فترة مختلفين هو ترانس اسيتيليز ليش أصلا موجود، يعني ملهوش فانكشن أساسية في تحليل اللاكتوز ولا إله في دخوله مثلا زي اللاك واي، لكن وجدوا إنه هو له علاقة ريموفال أوف توكسيك باي برودكت اللي بتنتج من اللي هو دايجستشن لللاكتوز في داخل الخلية. يعني لو بعد ما يصير في عنا تحليل لللاكتوز بصير في عنا اللاك مهمة. طيب فعنا اللاك أوبرون ستركتشرال جين حكينا عنهم اللي هو اللاك زد واللاك واي واللاك اي، هم ترانسكرايب أز سنجل يونت أز سنجل يونت. يعني شو؟ يعني مسنجر ار ان اي واحد، يعني مش كل واحد لحال، كلهم بيطلعوا أز مسنجر ار ان اي واحد، بصير لهم ترانسكريبشن ببوليمر ار ان اي بوليمريز واحد، ببلش من منطقة اللي هو البروموتر وبكمل لنهاية اللي هو آخر جين اللي هو اللاك اي. فبيطلعوا عندنا اللي هو مسنجر ار ان اي واحد، وهنا بنسميه بوليسيسترونيك مسنجر ار ان اي. تسترون اللي هو بارت اوف نيوكليوتايد سيكونس كودينج فور ا سنجل جين. يعني كل واحد اللاك زد اسمه سسترون، اللاك واي اسمه سسترون، واللاك اي اسمه سسترون، كلهم مع بعض اسمهم بوليسيسترونيك مسنجر ار ان اي اللي بيطلع منهم. سنجل مسنجر ار ان اي ستيمولسلي ترانسليتد انتو 3 جين برودكت. وبالنهايه لما يصير لهم ترانسكريبشن بيطلعوا ثلاثه ديفرنت انزيم، ثلاثه ديفرنت بروتين مش واحد. هذا اللي بيصير في حاله اللي هو ستراكشرال جين لاك زد واللاك واي واللاك اي بيصيرهم ترانسكريبشن ات ذا سيم تايم، بيطلع عندنا بوليسيسترونيك مسنجر ار ان اي زي ما انتم شايفين. هذا الرايبوسوم ببلش من هون اللي هو قراءته عشان يحولهم لبروتين، وبرتبط عندنا اكثر من رايبوسوم ات ذا سيم تايم، وبطلع عنا في النهاية 3 اللي هو بروتين برودكت، وكل واحد اللي هو ترانس أستيليز واللي هو بيتا جلاكتوسايدز والبيرميس بطلع كل واحد as انزيم مختلف أو بروتين مختلف عن الثاني. لكن زي ما حكينا الترانسكريبشن بيكون at the same time في كل مش في نفس الرايبوسوم، أكثر من الرايبوسوم برتبط فيهم، ولكن هم بالبوليسيسترونيك مسنجر RNA بنقرأ سير الترانسكريبشن at the same time. طيب كيف هو بلشوا يشوفوا يدرسوا السيستم؟ يعني أنا عندي إيكولاي وبدي أشوف أنا الإيكولاي كيف بيشتغل عندها اللاك أوبيرون، يعني إيش هم الريجولاتري إليمنت اللي بينظموا عمل اللي هو اللاكتوز أو لاك أوبيرون جين، يعني كيف متى بيشتغل متى بيكون بيوقف. فهم بالتجارب بتاعتهم قالوا إنه اللاكتوز سيميلات ترانسكريبشن أوف لاك أوبيرون هو induced synthesis of enzyme، يعني هاي صارت حقيقة معروفة. إذا وجد اللاكتوز فبصير عندنا اللي هو transcription للاكوفيرون. إذا ما كان في عندي لاكتوز فما بصيرش عندي إنتاج لهذول الإنزيمز أو ما بصيرش عندي transcription لهم أصلا. بس هم إيش قال بدنا ندرس مثلا شو هم الإليمنت اللي بيعملوا اللي هو الريجوليشن وكيف ارتباطهم في الجين. فهم استخدموا براتوتيوس بسموه انديوسر اللي هو كيميكال انالوج لللاكتوز اللي هو اي بي تي جي اختصاره، في سلفر انالوج بدل في سلفر، هاي الحلقة في سلفر هذا شكله، هون عنا في سلفر هذا شكله، هو نظام بديل او يعني بديل شيء بديل عن اللاكتوز عشان يشوفوا. واستخدموا كمان برضو الايكولاي اللي فيها ميوتيشن، يعني صاروا يعملوا ميوتيشن في اللاك أوبيرون كل جزء في ميوتيشن ويشوفوا شو التأثير.
وحطوا طبعا بدل اللاكتوز كانوا يحطوا اللي هو هذا الاي بي تي جي اللي هو سلفر انالوج وشوفوا شو اللي بيصير. فقال لك اذا كان في عندي كونستيتيوتيف ميوتيشن استخدموا انه يكون عندي الجين تاعه في ميوتيشن بحيث انه ايش البكتيريا اللي استخدموها احنا كينا بشكل عام اللاكتوز اللي هو لاك اوبيرون الترانسكريبشن تاعه بيكون عندي هو انديوسبل. اذا في عندي لاكتوز بصير في عندي انتاج على طول بصير عندي انتاج مباشره للانزيم. اذا ما كان في عندي لاكتوز فما في عندي هذول الانزيم بيكونش موجوده. لا او حتى في يعني دراسات وجدت انه يكون عندنا كثير الكونسنتريشن يكون موجود ولكنه قليل جدا. هسا في عندنا شو عملوا هم اخذوا بكتيريا وهي البكتيريا فيها كونستيتيوتيف ميوتيشن. شو يعني عملوا ميوتيشن بهذا الجين بحيث انه يصير عندنا انتاج الانزيم على طول regardless of lactose presence or absence يعني بغض النظر عن وجود اللاكتوز او غيابها. فهم ايش اشتغلوا على هذا الاساس يعني استخدموا اللي هو constitutive mutation واستخدموا هذا الانالوج بدل اللاكتوز عشان يشوفوا شو الدراسات. طب الميوتيشن هاي وين صارت يعني في اي جين على لانهم هم كلاستر مثلا وفي عندنا اللي هو الاوبريتور وفي عندنا البروموتر وفي عندنا الريبريسر او سيست ريجن اللي بتكون برا. فالكونستيتيوف ميوتيشن هي بسموها لاك اي ماينس جين نوت ا بارت اوف لاك اوبيرون ستراكشر جين اللي استخدموها ما كانت في الاوبيرون ستراكشر جين نفسه ولا لا باللاك واي ولا بالزد ولا بالاي ولا وحده فيهم. بروديوس ريبريسر موليكول ويتش ريجوليت ترانسكريبشن اوف ستراكشرال جين هم شافوا الريبريسر كان هدفهم يدرسوا الريبريسر موليكولز اللي بترتبط ويشوف شو اللي بيصير. يعني كانت اكثر من ميوتيشن واحده كانت فيهم في اللي هو مش في الستركشرال جين كانت في النوت بارت اوف الاوبيرون وفي عندنا جزء كان في الريبريسر وصاروا يدرسوا. اذا كانت بالاوبريتر ريجن اللي قبل اللي هو البروموتر او بعد شيء بيجي بترتيبها بعد البروموتر هذا كلاس اوف كونستيتيوتيف ميوتيشن فسموها لاك او الاوبريتر سي. اذا كانت الميوتيشن عشان بعد شوي رح تشوفوا نتائج التجارب اللي عملوها يعني مو اكثر من ميوتيشن عشان تؤدي لشيء بنسميه كونستيتيوتيف ميوتيشن اكثر من تايب من الميوتيشن استخدموها. المهم انه يصير في عندي برودكت للانزيم على طول مش انديوسبل. فكانت واحده من الميوتيشن كانت على الاله الاوبريتر وفي واحده منها كانت اللي هو في خارج منطقه اللي هو لاك اوبيرون. فالاوبريتر ريجن واحده فيهم وكان اسمها لاك او سي فهي بروديوس افكت ايدنتيكال تو ذا لاك سي اللي هي الاي يعني كانت انه عندي على طول في عندنا كونستيتيوتيف يعني اذا كانت الميوتيشن في الاوبريتر ريجن فهي راح تعطي على طول راح يصير انتاج له على طول. والكونستيتيوتيف ميوتيشن الاولى اللي هي لاك اي 1 هي بالريبريسر موليكول فهي ايش راح تكون كمان راح تضل على طول شغال الجين. البوث تايب اوف ميوتيشن انزيم ار برودوس كونتينيوسلي وهي مسميها انديوسابيلتي اليمينيتد جي ريجوليشن از لوست يعني انا بطل انه هو اذا وجد اللاكتوز يشتغل لا هو شغال على طول يعني هذا الجين ترانسكريبشن له شغال على طول دائما بلاقي بي اللي هو لاك اوبيرون بصير ترانسكريبشن وترانسليشن طول الوقت بوجود او عدم وجود اللي هو اللاكتوز. فقال لك ان الاوبيرون موديل بالنسبه لهم قالوا لك انه هو اصلا نيجاتيف من هاي التجارب اللي استخدموا فيها الميوتيشن قال لك هو نيجاتيف كنترول. شو يعني نيجاتيف كنترول؟ يعني هو على طول عنده ريبريسر إليمنت دائما مرتبطه بالجين عشان ما يصير لهوش اكسبريشن. هذا الحاله الطبيعيه يعني انا على طول في عندي بريك ماسك في الجين عشان ما يشتغلش الا اذا وجد عندنا ايش الا اذا وجد عندنا اللي هو اللاكتوز. فترانسكريبشن اوكير اونلي وين ريبريسر فيل تو بايند اوبريتر ريجن. اذا بخليها هي يمكن بالصوره هون اوضح. هذا عندنا شكل اللاك اوبيرون اذا انتم شايفينه مظبوط هون. هذا عندنا الريبريسر جين اللي هو حقه الكولوسس اكتنج ريجن بنسميها. هذا البروموتر هذا الاوبريتر وهاي عندنا في عندنا شيء بنسميها ليدر سيكونس عشان تدل من وين يصير في عندنا القراءه للجين. وهذول الثري ستراكشرال جين الحاله الطبيعيه له انه يكون هذا صار له ترانسكريبشن وتحول لبروتين وهذا البروتين بضل على طول ماسك في الاوبريتر ماشي في الحاله العاديه عشان يعمل له
نيجاتيف يعني ريجوليشن، ما يسلهوش برودكشن. في حالة وجود اللاكتوز مثلا، إذا وجد اللاكتوز في مكان برتبط في هذا الريبريسر جين أو الريبريسر إليمنت خلينا نسميها، إذا ارتبط اللاكتوز هون بيصير في تغيير على هذا الشكل وبطل يقدر يرتبط بالأوبريتر، فبيشال اللي هو الارتباط هون، فبصير عندي ترانسكريبشن، فبسمح إيش إنه يصير له جين ترانسكريبشن. هاي الحالة اللي هو طبيعية، فإحنا هاي بنسميها النيجاتيف كنترول، إنه أنا عندي the group of gene express are regulated as a unit transcription. وين أنا؟ ولا هون؟ هون بالهضل حكيناهم هون. Transcription occur when only repressor fail to bind operator reader. يعني إذا أنا هذا الريبريسر ما قدر يرتبط بالأوبريتر بصير transcription. إذا كان ماسك بشكل طبيعي فيه فبيظل عنا أوف في الجين حديث ما يصير. Repressor is allosteric اللي هو الهاي اللي فرجتكم إياها. Reversibly interact with another molecule and cause conformational change in its shape and chemical activity. إنه هو هذا الريبريسر في العادي بيكون مرتبط بالأوبريتر. إذا وجد اللاكتوز في مكان لللاكتوز يرتبط بهذا الريبريسر. إذا ارتبط فيه اللاكتوز بيصير في عندي تغيير على شكل هذا الريبريسر إليمنت، فبطل يقدر يرتبط بالبروموتر، فبصير عندنا إيش اللي هو ترانسكريبشن للجين، ما بقدر يرتبط بصير عندنا ترانسكريبشن. فهم أخذوا اللاكوبرين، هي حكوا إنها هي طبعاً نيجاتيف كنترول إلها، بس يصير عندنا ريبريسر فيل تو بايند أوبريتر ريجن، يصير عندنا نيجاتيف كنترول. ريبريسر نورمالي بايند دي إن إيه سيكونس بالأوبريتر ريجن، فبعمل إنهبيشن للآر إن إيه كل مرة لازم يرتبط، وبعمل إيش عندنا ريبريسر ترانسكريبشن أوف جين اللي هو ريستركشر جين اللي بيجوا بعديه. وهاي هي الخطوات عندنا اللي هي بتصير. هاي مرة ثانية الخطوة الأولى، هون بيطلع لنا إيش نسميه ريبريسر إليمنت. الريبريسر إليمنت دائما ترتبط في العادة بالأوبريتر اللي بعد البروموتر اللي هي منطقة للأوبريتر، هاي في العادة بيكون مرتبط فيها. إذا كان في عندي اللاكتوز، وجود اللاكتوز بخليه يرتبط بهذول الريبريسر، فبغير شكل الريبريسر نفسه، بس يغير شكل الريبريسر، الريبريسر بطل يقدر يرتبط بالأوبريتر، فبصير عندنا هاي الحالة طبيعية إنه هذا دائما مرتبط هون، فالآر إن إيه بوليمراز بقدرش يعمل ترانسكريبشن، فبصيرش عندنا برودكت. لكن في حالة إنه يكون عندي وجد اللاكتوز، فاللاكتوز إذا ارتبط فيه فبغير شكله، فبصير عندنا هون في الأوبريتر برتبط بالأوبريتر، ما بقدر يرتبط بالأوبريتر لأنه هون تغير شكله، فما عنده مقدرة إنه يرتبط بالأوبريتر، ما برتبطش فيه، فبقدر عندنا اللي هو الآر إن إيه بوليمراز يكمل قراءة الجين ويصيروا ترانسكريبشن وتحول عندنا لإنزيم في النهاية. حتى في عندنا هون اللي هي في حالة الوايلد تايب، إنه كان كله طبيعي، يعني كل الجينات موجودة في حالة الوايلد تايب، بيكون عندنا دائما هو نيجاتيف كنترول تحت اللي هو كنترول هذا هاي الريبريسر إليمنت، فبكون شو عندي إنزيم. إذا صار في عندي تحول في برضو وايلد تايب إجا اللاكتوز وارتبط، فبصير عندي ترانسكريبشن زي ما حكيت. احيانا بصير عندي في ميوتيشن اللي هم استخدموها، ميوتيشن في اي واحدة في هذول منهم، وهسه راح نشوف اي ميوتيشن راح تاثر. مثلا كان في عندي ميوتيشن بالريبريسر نفسه اللي هو الاي، فبصير عندنا ايش على طول انتاج للجين، لانه انا الريبريسر اللي ما اصلا كلها مش موجوده، فهم استخدموا طبعا الميوتيشن عشان يدرسوا كل هذا النظام. بس مفهوم لهون النظام هذا؟ مفهوم؟ في سؤال عنه؟ هو الفران مودل زي ما حكينا اللي هو summary له invoke series of molecular interaction between protein inducer and DNA. يعني هذا البروتين repressor أو inducer هي مرتبطة يعني ترتبط بالسيكونس تاعت DNA. لما يكون في عنا no lactose enzyme are not needed and expression of gene encoded is repressed بيكون repressed. إذا كان عندي اللاكتوز موجود indirectly induced بصير activation of gene by binding repressor. يعني اللاكتوز نفسه إذا وجد ما برتبط بالدي إن إيه سيكونس تاعت الستركشرال جين نفسها، لا هو برتبط بالبروتين اللي هو مسميه ريبريسر أو ريبريسر بروتين، فهو برتبط فيها فبغير شكلها فبطل تقدر ترتبط بالأوبيرون بالأوبيريتر عفوا. فهي إيش؟ هذا هو النظام. فأول لاكتوز ميتابولايزد نون أفيلابل تو بايند تو ريبريسر. إذا كان عندنا اللاكتوز إذا صار له ميتابوليزم كامل، يعني كل اللاكتوز تكسر لجلوكوز وجلاكتوز، برجع مرة ثانية بصير له ليش ترانسكريبشن، بصير له ريبريس،
يعني بطل فيه لاكتوز يرتبط بالريبريسر، فخلاص تنتهي وظيفة اللي هو الجين إنه يشتغل، فبرجع إيش الأوبريتر، برجع اللي هو ريبريسر برجع على وضعه الطبيعي لأنه اللاكتوز بطل يرتبط فيه، وبرجع هذا البروتين يرتبط بالأوبريتر بشكل طبيعي، وبصير عندنا إيش توقف للإكسبريشن مرة ثانية. بيقول لك الجينيتك بروف اللي هو فينا بريدكشن فروم ذا اوبيران ميدل تو ذس فاليديتي، يعني النظريات اللي استخدموها بيحكي انه الاي جين اللي هي ريبريسر المسؤول عن الريبريسر بروديوس ديفيوزبل برودكت، يعني الاي جين اللي قبل لاكوبيرون وظيفته انه ينتج عندنا اللي هو اللي حكيت عنها اللي هي بسميها ريبريسر اليمنت، فهي بتحول هي بروتين ريبريسر اليمنت بروتين بس ناتجه عن اللي هو الاي جين، الايجين هو اللي بنتجها يعني هو اللي حولها لبروتين يعني ناتج عن قراءته. وفي عندنا الاوريجين هي مهمه في ريجوليشن اللي هي الاوبريتر ريجن، الاوبريتر ريجن ماست بي ادجست تو ستراكشر الجين حتى يصير لها ريجوليشن ترانسكريبشن، يعني الاوبريتر ريجن منطقه مهمه حتى يصير في تنظيم للجين اكسبريشن، بدونها بصير في عندنا مشكله. فهم قالوا انه طب انا بدي اشوف اذا الاي الايفكت على الاي جين هو نفس الايفكت على الاوريجين، مين اللي بيكون فيهم بعمل constitutive production للإنزيم، مين اللي وجوده أو عدم وجوده بيأثر، فهي كلها زي ما حكى درسوها بالميوتيشن. فهم صنعوا أو عملوا إشي بنسميها partially deployed bacteria عشان يتأكدوا إنه جينتك لهذا الحكي لاكوبرون البدل اللي حطوه صحيح ولا لا، فهم استخدموا إشي بنسميها partially deployed bacteria. تذكر لما شرحنا بداية أول ما بلشت أشرح لكم حكينا عن اللي هو بكتيريا الكروموسوم، حكينا الكروموسوم بالبكتيريا عندنا إيش سينجل كروموسوم صح؟ تذكرين هالحكي اللي هو سينجل كروموسوم بس واحد سيركولر اللي هو ده اللي هو سينجل كروموسوم واحد موجود في البكتيريا فقط. هتعملوها رسموها إشي بنسميه partially deployed بكتيريا، في عندنا إشي بنسميه بلازمد، ما بعرف سمعت عنه قبل هالمرة البلازمد. البلازميد هو اكسترا خلينا نحكي كروموسوم موجود في بعض انواع البكتيريا، هو عباره كمان عن سيركولر دي ان اي موجود في البكتيريا اكثر شيء. هذا البلازميد ملوش علاقه بالدي ان اي الكروموسوم الموجود في البكتيريا، عليه بعض اللي هو جينات بتعطي اضافات لهي لبعض انواع البكتيريا. هذا البلازميد مستقل ملوش علاقه بالدي ان اي كروموسوم، بيصير له دوبليكيشن وبنتقل من خلية لخلية ثانية عادي بشكل طبيعي، بس هو مفصول عن الدي ان اي كروموسوم، مفصول عن الدي ان اي كروموسوم. فهم شو راحوا عملوا شيء بنسميها partially deployed بكتيريا، انهم هذا اللي حديثه احنا كمان حتى بنشتغل عليه في كل معظم انواع الريسيرش، انه انا بقدر ادخل عليه جينات زي ما بدي. يعني هذا البلازمد طبعا في بروموتر وفي اوبريتر وفي كل الاشياء اللي لازم عشان جين اكسبريشن، وفي عندنا اللي هو ريستريكشن سايت بسموها ريستريكشن سايت، مناطق بقدر اقطع يعني بقدر اقطع جينات من هذا البلازمد واشيلهم واحط بدالهم جينات محدده. يعني احنا في الريسيرش كثير نعتمد عليه اللي هو الانزيم عفوا البلازمد بشكل عام. فانا هذول شو عملوا بالتجربة تاعيتهم، راحوا جابوا بلازمد وحطوا عليه مثلا الاي جين اللي هو الريبريسر جين، ضافوا على هذا الاشي فصار عندنا دبليكيت، صار عندنا ديبلويد من الجين هذا، يعني الاي مثلا الاي صار اكثر من نسخة في البكتيريا. وكمان ضافوا مثلا راحوا درسوا الاو كمان عشان يشوفوا تأثير هذا وتأثير هذا، فهم ايش عملوا سيل ديبلويد فور سيرتن ادد اوف جين، يعني ضافوا مش كل الجينات على هذا الابلكيشن، ضافوا دابلكيشن لشيء محدد. فهي اللي هي اناليسيس اوف لاك اكسبريشن ابسنت اور بريزنت اوف لاك لاكتوز بارشلي ديبلويد ميروزايت بسموها، اذا كانت الخليه فيها دابلكيشن لبعض الجينات يعني بعض الجينات ديبلويد وبعضها لا فنسميها ميروزايت. هم كيف عملوها؟ زي ما حكيت جابوا بلازمت وحطوا على البلازمت مثلا جين الاي زيادة نسخة من جين الاي غير اللي موجود أصلا على الدي ان ايه عشان يشوفوا شو تأثيره. يعني إذا أنا كانت البكتيريا ما فيها على الكروموسوم الدي ان ايه ما فيهاش اي جين وأنا ففي افكت، طب أنا لو جيت وحضفته هذا عن طريق البلازمت أنا ضفت هذا الاي جين عشان أشوف شو التأثير وأدرسه وأطلع النتائج بهاي الطريقة. فهم عشان يشوفوا الأوبرون عشان يثبتوا الأوبرون موديل فهم استخدموا هاي الطريقة اللي عملوها، هاي النتائج اللي طلعوها
في الاكسبيرمنت، فهم مثلا الجينوتايب هاي اللي هي طبيعيه انه يكون عندي الاي موجود والكريتر موجود والزاد كل الزيت كله اللاكتوفرون كله الاستراكشرال جين الثلاثه، فوجدوا انه اذا كان اللاكتوز موجود في البيئه فبصير عندي بيكون البيتا جلاكتوسايدز موجوده اكتيفيتي، قاسوا الانزيم اكتيفيتي همه يعني عشان يشوفوا انه الانزيم موجود ولا لا، فقاسوا الاكتيفيتي تاعي فلقوا انه موجود، لكن اذا كان اللاكتوز ابسنت بيكون مش موجود، وهذا الحاله الطبيعيه اللي حكيت عنها، يعني انه انا لما يكون عندي اللاكتوز بصير عندنا انديوس لهذا الانزيم فبينتج، اذا كان عندي مفقود فما فيش داعي له، فما لقوش اكتيفيتي البيتا جلوكوسايدز. طيب فهي الحاله الطبيعيه. طب راحوا شو قالوا؟ خلينا نعمل نخلي الاي جين والاو اوبريتر موجود ولكن نشيل الاستراكشرال جين، يعني الثلاثه اللاك واي والكلياتهم الثلاثه نشيلهم، شو بصير عندنا؟ فوجود اللاكتوز او عدمه ما اعطاني نتيجه، لانه طبعا الاستراكشرال جين مش موجودات، يعني انا حتى لو كان عندي المنظم وعندي البروموتر وعندي كل الاشياء بس انا الاستراكشرال جين فيه ميوتيشن فانا ما راح يطلع عندي. اوكي بعدين صاروا يغيروا، مثلا صاروا انه الاي ريبريسر اللي مسؤولة كانت فيها ميوتيشن، بعدين ضافوا كان الأو طبيعية الأوبريتر طبيعية واللاك زد كلياته كامل، فوجدوا أنه وجدوا وجود اللاكتوز أو عدمه فبضل إكسبريشن شغال عطول. ليش؟ لأنه الريجوليتر هذا معطوب مش موجود، فأنا إذا البريك خربان فبضل السيارة شغالة عطول ما في توقف لها، بغض النظر شو مكان موجود في البيئة المحيطة هي شغالة، لأن البريك ما في مشكلة، فما فيش بريك للجين إكسبريشن. طيب راحوا شو قالوا؟ طب خلي الآي وخلينا نعمل ميوتيشن في الأوبريتر ماشي، والزد يضل زي ما هو. فلقوا كمان إنه حتى لو كان الريبريسر شغال والأوبريتر مش شغال في ميوتيشن، رح ألاقي كمان اللي هو إنتاج كامل إلها، يعني رح يضل كمان لاكتوز رح يضل إيش constitutive production للأنزيم. طيب قالوا طب هي هيك درسوا هاي الريزلت الأولى شو أعطتهم، وراحوا قالوا خلينا إحنا نخلي الميوتيشن بس نضيف عن طريق البلازمد، هاي الأف اللي هو عن طريق البلازمد نضيف هذا الجين ونشوف التأثير. فوجدوا انه مثلا اذا كان عندي ميوتيشن في الاي هون ماشي، اللي كانت اذا كان فيها ميوتيشن بضل شغال الجين على طول، ورحت ضفت انا ايش جبت ريبريسر اليمنت جين وحطيته على البلازمد ودخلته على البكتيريا، فايش راحوا لقوا ايش؟ انه لما كان لاكتوز ابسنت وقف الترانسكريبشن، فمعناته الافكت تاع الاي صار واضح ماشي، الافكت تاعه صار واضح، انا بالاصل مفقود كان فيش كنترول، لكن لما أنا ضفت هذا الجين عن طريق البلازمد رجع الكنترول موجود. فقال لك هاي أول نقطة مهمة إنه الآي أو الريبريسر إليمنت هي اللي بتلعب دور مهم. وهكذا صاروا إيش واحدة ورا الثانية يعملوا ميوتيشن ويشوفوا ويضيفوا عن طريق البلازمد ويتأكدوا شو اللي قاعد بيصير. مثلا هون مثلا الآي موجودة لكن في عندي مشكلة مثلا بالأوبريتر فيها ميوتيشن والزد طبيعية الفانكشنال جين اللي هم الستركشرال جين موجودين. فضاف الأوبريتر الطبيعي فلقى انه طلعوا هون المشكله انه اذا كان في عندي مشكله هون انه انا حتى لو جبت اوبريتر خارجي طلع الاوبريتر الخارجي ما اثر ماشي، هي موجوده يعني الاوبريتر هي موجوده ريجوليتري موجوده بس وحده كانت فيها مشكله، فهون ضلت ايش اللاكتوز او عدمه واحد فضل عندنا شغال على طول. هون قال لك لا الاوبريتر لازم يكون يعني نسخته دائما سليمه حتى يصير حتى يقدر يرتبط فيه اللي هو الاي. وصاروا بعدين يضيفوا كل مره زي ما حكيت يضيفوا شغله ويتاكدوا شو اللي قاعد بصير وعشان يطلعوا بال حكيت عنه في البدايه اللي هو اللاكوبرون سيستم اللي اكتشفوه. فهي عندنا الطريقه اللي هي هي ذاك التيبل بشكل عام، وهي بطريقه اللي هو الصوره عشان تفهموا اكثر. هاي مثلا في عنا ميوتن وين باللي هو ريبريسر جين، هذا ميوتيشن فيه اللي هو اللي بيعطيني الاليمنت اللي بتمسك بالاوبريتر وبتخلي الترانسكريبشن اوف. فاذا كانت هاي اصلا مش موجوده اصلا فما راح ترتبط بالاوبريتر، ما بترتبط بالاوبريتر فبصير عندنا ايش ترانسكريبشن الار ان اي بوليمريز بيرتبط وبضل ماشي بصير عندنا ترانسكريبشن. هاي الحاله اللي كان عندنا ميوتن وين بالريبريسر جين او الاي جين بسموها.
طيب الحالة الثانية كان الموجود لكن المشكلة في الوين في الأوبريتر فالميوتيشن هون حتى لو كانت هاي الاي إليمنت موجودة فالمكان اللي بترتبط فيه مش موجود فيه مشكلة تغير عليها فهو اللي هي طبعا النيوكليوتايد سيكونس هي اختلفت عليها فالبايندينج سايت تاع البروتين هون ما رح يقدر يرتبط فبرضو ايش انعدمت اللي هي الفانكشن الثانية او الشيء الثاني المهم اللي لازم يكون موجود فصار في عندنا بهاي الطريقة انه ايش ترانسكريبشن على طول فبالحالتين سواء كان اللاكتوز موجود او اللاكتوز مش موجود رح يضل عندنا الجين له رح يصير عندنا الجين اكسبريشن على طول لانه ما في عندنا ريجوليشن له سواء كانت الاي اللي هي ريبرسر اليمنت مش موجوده او كان عندنا في مشكله في اللي هو مشكله ثانيه الاوبريتر انه يكون في ميوتيشن. طيب another prediction of a gram model حكوا لك انه الميوتيشن في الاي جين should have opposite effect of اي ماينس يعني انا حتى يعني اتاكد من اللي هو الكران موديل تاعي صحيح ولا مضبوط انه هذا انا شلت الاي جين فالماينس بيكون له اوبزيت افكت وهذا فعلا وجدوه يعني اذا كان عندي الريبرسر مش موجود فالجين بيكون شغال على طول. الميوتنت مولكيول ذات كانت انتراكت وذ اندوسر شود بي برودوس وهي حكينا عنها في جايك بالصوره. Repressor would bind operator sequence structural gene would be permanently repressed. إذا كانت موجودة فالrepressor موجود وأموره طبيعية والoperator شغال ضل عندنا شغال يعني السيستم مظبوط. Binding of lactose inducer binding domain called allosteric change in DNA binding domain وفرجت فيها في الصورة القبل إنه هاي في حالة الوضع اللي هو طبيعي إنه أنا عندي اللي هو mutant repressor gene اللي هو فيها هاي عندنا في ميوتيشن ثانيه غير اللي هي الاي انه ما يكونش موجود يعني ايش بنسميها اي اس الاي اس انه يكون عندنا البايندينج سايت لللاكتوز في مشكله يعني انا صحيح الاي موجوده بس ميوتيشن في شكل البروتين بحيث انه اللاكتوز ما يقدر يرتبط اوكي وهاي الحاله بتكون بالعكس شو يعني بالعكس يعني انا على طول الجين اوف حتى لو كان اللاكتوز موجود يعني النظام الطبيعي انه اللاكتوز اذا ارتبط هون في الريبرسر جين او الريبرسر اليمنت يمنعه يرتبط ايش؟ يصير له تغيير بالشكل ويمنعه يرتبط بالاوبريتر ريجن فبصير عندنا ايش؟ بصير عندنا ترانسكريبشن للجين لكن اذا كان في عندنا اللي هي ميوتنت اس هاي بيسموها انه انا مشكله في الريبرسر كمان جين بحيث انه بتغير شكل البروتين ما بيصير عندنا بايندينج سايت اللاكتوز الطبيعي يرتبط فيه فما بيرتبط حتى لو وجد اللاكتوز وجوده او عدمه واحد لانه ما راح يقدر يرتبط في البايندينج سايت لان البايندينج سايت تاعه مش موجود فلما يكون هون كمان هاي الاي اس وجدوا هاي ميوتيشن ثاني انه البايندينج سايت يعني ميوتيشن في البايندينج سايت لللاكتوز ما بيغير ما بترتبطش بتغير شكل الريبرسر اليمنت بضل شكلها واحد فبتمشي بضلها رابطه بالاوبريتر ريجن على طول لما ترتبط فيه على طول ما بصير عندنا برودكشن للانزيم ات اول فهي رفرس هاي كمان بتضلها على طول. طيب قالوا لك شو هذا الرفرسر اللي احنا بنحكي عنه؟ هل الرفرسر كان في هذا الحكي كله بالستينات بدايه الستينات هل الرفرسر مش يعني مش كل شيء موجود فهم قالوا لك شو في طبيعه الرفرسر كانت معروفه اول ما نشروا هاي البيبر شو ساينتست ما كانوا بيعرفوا شو هو بس هم كانوا بيتخيلوا انه هو بروتين يعني النيتشر ريبرسر هم كانوا يتخيلوا انه بروتين قالوا كمان انه ممكن يكون ار ان اي يعني نفس الريبرسر يكون ار ان اي مش بروتين فظلت حديث اللي هو 66 كان هاي الحكي بعد 5 سنين اجت ساينتست جيلبر ومولر اسمهم هيل هم اللي شافوا وجدوا انه هذول الريبرسر اليمنت معظمهم بروتين بالنسبة للكرون موديل فهو عزلوا هذا البروتين من خلال طبعا نظام بالبكتيريا هم عملوا تجربة طويلة بس مش ملتش بالتفاصيل كانت باستخدام راديو اكتيفيتي وعزلوا هذا البروتين ودرسوه فأثبتوا انه فعلا الريبرسر اليمنت عبارة عن بروتين ففي بعض الحالات بكون الار ان اي رح نحكيها في اخر السلايدات انه ممكن يكون بعض انواع الار ان اي هي ريبرسر يعني مش شرط يكون بروتين ممكن يكون الار ان اي نفسه هو ريبرسر لجين محدد ماشي في سؤال لهون يا استفسار ولا اكمل
طيب انت معي ولا روحت؟ لا بعد معي. في حدا بده يسأل شيء قبل ما اكمل؟ طيب هسه في برضو كمان اللي هو كمان السيستم الثاني كمان بالنسبه لللاكوبرون وكمان انواع ثانيه موجوده في الميتابوليك او في البكتيريا، ثاني شيء بنسميه كاتابولايت اكتيفيتنج بروتين، وهي بتعطي بوزيتيف كنترول برضو لللاكوبرون، يعني غير الريبريسر اليمنت اللي هي اللي حكيت عنها بترتبط. في كمان عندي شيء بنسميه اكتيفيتنج كاتابولايت اكتيفيتنج بروتين، هي بتعطي كمان بوزيتيف كنترول لهذا اللاكوبرون. هاي مثلا نظام عندنا لو كان السل فيها كمية كبيرة مثلا من الجلوكوز واللاكتوز، يعني أنا عندي كمية كبيرة، فإذا أنا لا الجلوكوز كميته عالية كثير ما فيش داعي أكثر اللاكتوز، يعني أنا لازم أصرف الجلوكوز اللي عندي بالأول عشان ما يصيرش في تراكم للجلوكوز على حساب يعني أشياء ثانية، فما فيش داعي أظل أصنع البيتا جلوكوسايدات عشان تظل تفكك اللاكتوز وتعطيني جلوكوز بكميات كبيرة، وأنا عندي جلوكوز عندي مخزوني بكيف الجلوكوز. فبقول لك خليها، يعني إنه مش لازم إنه نعملها بريك لللاكتوز وأخذ منها جلوكوز، أنا بكفيني الجلوكوز اللي عندي. فهذا بنسميها كاتابولايت أكتيفيتنج بروتين، اللي هي بتعمل أكتيفيت للإكسبريشن أوف لاكوبرون، يعني بتعمل أكتيفيشن أو بتعمل اللي هو إنهبت إكسبريشن للجلوكوز. إذا كان في عندي عفواً الكاب، إذا كان عندي جلوكوز فهي تعمل إنهبت الإكسبريشن، والعكس صحيح، يعني أنا إذا كان عندي الجلوكوز قليل فالكاب بروتين هاي تعمل عنا إيش تعمل، إذا كان عندنا قليل فبتعمل أكتيفيشن بدل إنهبيشن للإكسبريشن. فهي مسميها كاتابولايت ريبريشن، هي اللي بتحدد متى يصير له أكتيفيشن ومتى ما يصيرلهوش أكتيفيشن. In absence of glucose and present of lactose، إذا كانت اللاكتوز كميته عالية والجلوكوز قليلة فشو بيصير عندنا؟ الكاتابولايت اكتيفيتنج بروتين او كاب بروتين نسميها، فبتعطي بوزيتيف كنترول اوفر اللاكوبرون. شو يعني بوزيتيف كنترول؟ يعني بتعطي اون، يعني بتشغله، فهي ايش بتخلي انه يصير عندنا لانه اللاكتوز عالي بكميه كبيره فلازم يشتغل ويصير عندنا بيتا جلوكوسايدات عشان ايش يصير تحصيل للجلوكوز في النهايه. فشو اللي بيصير عندنا؟ الكاب بيرتبط في عندنا له بايندينج سايت، بيعمل بيسهل شغل الار ان اي بوليمريز عشان يصير عندنا ترانسكريبشن. هاي اللي شكل اللي اذا كان الجلوكوز ابسنت فالكاب او كاتابولايت اكتيفيتنج بروتين ترتبط بالسايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي بيلعب دور مهم هون، لما يكون عندنا هو بيكون مرتفع بسبب اللي هو لما يرتفع يرتبط بالكاب بروتين بتصير عندنا تغيير على شكل اللي هو شكل سايكليك اي ام بي، وبروح يرتبط في منطقة الاوبريتر هون، وبصير عندنا او هي اكتيفيتنج ريجن خلينا نحكي عنها، وبتسهل شغل الار ان اي بوليمريز انه يرتبط بالبروموتر ويصير عندنا ترانسكريبشن للجين وترانسليشن بعدين يتحول لبيتا جلوكوسايدات. إذا كان عندي الجلوكوز كميته عالية فبصير عندنا الكاب اللي هي كاب بروتين حتى لو كانت موجودة سايكليك اي ام بي ليفل بنقص، لأنه الجلوكوز بيكون عندي مرتفع، فحتى لو كاب بروتين بتقدرش ترتبط لأنه سايكليك اي ام بي قليلة، فسايكليك اي ام بي لازم تكون موجودة حتى ترتبط بالكاب بروتين ويقدروا يرتبطوا في السايت، وبعدين يصير في عندنا اللي هو الار ان اي بوليمريز يرتبط ويصير عندنا ترانسكريبشن. فاذا كانت عندي سايكليك اي ام بي قليله بسبب وجود الجلوكوز فالكاب بروتين ما بتقدر ترتبط في البايندنج سايت تاعها، في لها اسمه كاب بايندنج سايت بمنطقه البروموتر، بتساعد بتعمل بتسهل ارتباط الار ان اي بوليمريز هاي في الحاله الطبيعيه، هون ما بقدر يرتبط فما بصيرش عندنا اللي هو ترانسكريبشن للجين. هاي واحدة ثانية، وهي نظام ثاني اللي هو الكنترول لنفس الجين اللي هو لاكوبرون نفسه. فسايكليك اي ام بي هي سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، بترتبط حتى ترتبط بالبروموتر الكاب بروتين لازم ترتبط بالسايكليك اي ام بي. الجلوكوز بيعمل انهبت الاكتيفيتي اوف ادينيل سايكليز اللي هي بتعمل كونفرجن من الايش تحويل الاي تي بي لسايكليك اي ام بي. إذا كان الجلوكوز موجود فما بيكونش عندي كمية سايكليك أي أم بي كافية حتى ترتبط بالكاب بروتين ويرتبطوا بالبايندنج سايت تاعهم.
فهي زي ما شفنا بالصورة بتمنع ارتباطه. في عنا شيء بنسميه cooperative binding اللي هو tightly bound complex sperm whale. إذا كان عندي cyclic AMP والكاب والRNA كلهم ريز بيرتبطوا كلهم مع بعض بالبروموتر فبعمل له activation. هذه بنسميها positive control للكوبيرون. طبعا البوزيتيف والنيجاتيف اللي حكينا عنه بالاول هو الريبريسر اللي حكيت عنه في اول البدايه اللي هو الريبريسر اليمنت مع البوزيتيف افكت تاع اللي هو السايكليك ام بي والكاب بروتين هم اللي بنظموا عمل اللاكتوفيرون بشكل عام. يعني انا مش بس وجود اللاكتوز برضه بهمني، وجود الجلوكوز في داخل الخليه برضه بهم. يعني انا اثنين بيشتغلوا في نفس الوقت، البوزيتيف كنترول والنيجاتيف كنترول بيكونوا اثنين شغالين حسب وجود اللي هو الجلوكوز واللاكتوز في داخل الخلية أو خارجها. فهم هذا اللي بنظموا عمل اللي هو الجين بالنسبة لللاكوبيرون. وهون راح أوقف لأنه راح تنتهي المحاضرة. في أسئلة أو استفسارات؟ عشان في ورانا ناس. في أي أسئلة؟ في أسئلة على المحاضرة؟ في أي استفسار؟ ابدا كله مفهوم يعني ولا زعلانين منا عشان امتحان امبارح برضه نو انسر هذا تبع يعطيك العافيه الله يعافيك خلاص في اسئله يعطيك العافيه دكتوره كله مفهوم دكتوره يعطيك العافيه الحمد لله ان شاء الله طيب انا اشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله